اخر واحدة اللي هي جلانديولار فيفر او انفكشيوس مونوكليوسيس. انفكشيوس مونوكليوسيس يوجوالي سيلف ليميتنج انفكشن، يعني واحدة يتعالج، مو استوفن كوز باي بشتاين فيروس، هو يسبب لنا هذا المرض اللي هو هيومن هيربس فيروس اي بي في هيومن اللي هو النوع الرابع. كوز ابروكسيميتلي 80 إلى 90% من الكيسز من جلانديولار فيفر وذ ريمايندر دو تو لارجلي، الباقي هو يسبب لنا سيتوميجالا فيروس. الهيومن هربس فيروس 6 يسمونه توكسوبلازموزيس والاتش اي في والادينو فيروس اللي هم النسبة الباقية هالنسوي ذن ذن. ابيديميولوجي 95% من الادولتس وورد وايد المصابين بالابشتاين بار فيروس. كلينيكال انفكشن ان موسك از موست كومن ان بوبيليشن وذ ماني يونج ادولتس، واكثر شيء اللي يصيب اليونج ادولتس such as active duty military اللي هم مثل النشئ او عندهم نشاط عسكري and college student والطلاب الجامعيين. glandular fever rare يكون نادر during the first year of life بداية يعني الحياة because of passive immunity received from maternal antibodies، نعم من وراء المناعة passive immunity اللي محصلتها من الانتيبوديز مالهم. There is no seasonal variation or any male or female predisposition، ماكو تغيرات موسمية ممكن تسويها او لا ما متعلق لا بفيميل ولا ميل. presentation شلون يظهر، فترة الحضانة مالته من 4 إلى 8 أسابيع. اغلب البيشنت عندهم symptoms، most adults show serological events of previous ABV infection، يعني عندهم أعراض قليلة إذا كان عندهم أعراض. أغلب الأدولتس شو سيريولوجيكال إيفنت، بس يعني أدلة يعني وصلية يعني من سوينهم فحص دم وهاي تظهر عندهم إنه إصابة سابقة بالإي بي في فيروس وإي بي في إنفكشن. لو جريد فيفر درست يكون عندهم لو جريد فيفر فتيك برولونج ماليزيا عن ماليزيا ماي بريزيست فور سيفرال مونث. ماليزيا كانت ماليزيا الضيق، شرفك يا الضيق define unhappiness general feeling of discomfort، يعني صار عندهم انزعاجات ممكن تستمر لشهور عديدة after acute infection as a result، يعني برا ما يروح acute infection ممكن نطلع عندنا ماليزيا. sore throat tonsillar enlargement is common classically exudative and maybe massive، يعني تكون يا اكزوديتيف تنطح سوائل او تكون كبيره كلش هاي الانلارجمنت. باليت يا البتيكي، يعني صار عندنا هاي البتيكي بالباليت من بعد وين وصلنا اي اند اوفيولار اديما فاين ماكيولار نون بروتو بوريوتي كراش. شنو هذا يعني نزلت طفح بقعي غير حكة، يعني ما يسبب حكة. which rapidly disappears يختفي بسرعة. transient bilateral upper lid edema، يعني صار عندنا edema بالحاجب العلوي مؤقت يكون. lymphadenopathy especially neck glands يسبب يعني أمراض باللنف خصوصا الغدد الموجودة بالرقبة. nausea vomiting anorexia arthralgia آلام المفصلية والآلام العضلية occur but are less common than in viral and other viral infection، تصير بس تكون نادرة يعني أقل من الإصابات الوراثية الثانية. هذا rarely severe وتكون يعني نادرة ما تكون كلش قوي. other symptoms أعراض ثانية تتضمن الكف chest pain and photophobia. older adults الكبار and elderly patients often have a few throat symptoms، ما تظهر عليهم هو أعراض مال الحنجرة or signs and have little or low lymphadenopathy. الأعراض المتأخرة والأعراض الثانية include mild hepatomegaly تضخم mild عفو مو كل تضخم كبير بالليفر وبالسبلينوميجالي هماتين. splenic enlargement returns to normal or near normal usually within 3 weeks after clinical presentation، يعني يرجع السبلين الحجم الطبيعي
أو التضخم الأنسولين يرجع للحجم الطبيعي برا 3 أسابيع من الكلينيكال بريزنتيشن. والتندرنس أوفر ذا سبلين هم يصير عندنا تندرنس بالسبلين. تندرنس شنو؟ مطوف برقة المفروض يعني أنا من المسيسيبي. جوندس أكر وهم يصير عندنا جوندس يصير minority of young ages يعني نسبة قليلة من ال young adults but is more common in infective elderly patients أكثر شيء يصير بالكور. differential diagnosis ممكن إنه نعتقد إنها oxidative pharyngitis is commonly confused with group A streptococcal pharyngitis. هاي دا تكون شائعة مع إنه نختلط بيها مو نختلط بيها نرتبك بيها بين الجروب A streptococcal pharyngitis. The presence of posterior cervical inguinal or axillary adenopathy لما يصير عندنا ذني أصابات بال ذني النوديوز أو ذني lymph nodes والبالاتين بتيكيا بنلقاها splenomegaly or atypically lymphocytosis was associated with an increased likelihood of mononucleosis. أكثر شيء تكون مصاحبة إنه صار عندنا وراها mononucleosis أو يعني تكون مشابهة للmononucleosis. Bilaterally periorbital edema come with generalized edema may also be due to Kawasaki disease, allergic reaction or bilateral periorbital cellulitis. Other causes of prominent lymphadenopathy أعراض ثانية سبب لنا lymphadenopathy مثل leukemia أو cancer زاهي كل دني من أعتقد أنه differential يعني تشخيصات ثانية للجسم glandular fever abnormality of blood film and glandular fever تغيرات اللي تصير مثل blood film خلال glandular fever. Atypical lymphocyte. Lymphocyte تكون غريبة. Atypical lymphocyte are lymphocyte but that have been activated to respond to viral infection. متفاعلات حتى يستجيب للإصابة الفيروسية. Occasionally a bacterial or parasitic infection. بالغالب ما تكون إصابة بكتيرية أو إصابة طفيلية. These cells are characterized by their increased size and often the presence of active protein synthesis. تشخص انه صاير كبرانات بالحجم همتين انه نلقى بهن اكتف بروتين سينثيسيس عملية تكوين بروتين يعني متفاعلة which result in deepening of the blood coloration of the cytoplasm by Romanowski staining اللي هو يعني انه تتصبغ باللون الازرق من نسوي لها يعني تصبيغ برومانوفسكي ستينك من وراها عملية البروتين سينثيسيس راح انه تتصبغ باللون الازرق. Must be differentiated from abnormal lymphocyte which are associated with lympho يعني لازم انه لازم نفرقها عن ال abnormal lymphocyte اللي هي تكون associated with lymphoreticular malignancies. هاي اللمفوسايت الغريبة لازم نفرقها عن اللمفوسايت اللي صار لها بيها جايتنا من أمراض يعني خبيثة. Atypical lymphocytes are associated with viral and non-infectious disease. تجينا يعني هاي الأتيبكال lymphocytes تكون متعلقة بصابات يعني فيروسية وصابات يعني non-infectious disease as well as drug reaction نسمينا هاي الأتيبكال lymphocytes. اثنين بعد النفقين واحدة اثنين ثلاثة اثنين عندنا الهيتروفيليا انتيبوديز produced by immune system in response to Epstein-Barr virus تكونها الاميون سيستم كاستجابة للإبشتاين-بار فيروس اللي هن الهيتروفيليا انتيبودي specific but intensive test for EBV تكون يعني خاصات بس تكون intensive يعني شو insensitive عادي مثل الإحسان عمان insensitive ما نلقاها او يعني مو اختبار للاي بي في it is present ب 80% من الاشخاص بالانفكتيف تينز اللي هم المراهقين وبالادولتس و 40% ان انفكتيف تشيلدرن نلقى هذا الهيتروفيا انتي بودي then used for those with negative EBV specific test result
ونستعملهم بالأشخاص اللي عندهم negative ABB specific test results should be tested for the cause of heterophilia negative. ما أدري شنو هاي بس هسه عندنا investigation. الchildren اللي عمرهم أقل من 12 and immunocompromised at any age. الأطفال اللي عمرهم أقل من 12 والمناعتهم قليلة بأي عمر لازم ان نشيك لهم ال EBV virus allergy after the person has been ill for at least 7 days. ده يعني كان المريض الشخص متمرض لمدة 7 أيام فلازم نسوي له فحص نشوف عنده ال Epstein Barr virus او لا. اللي هم دول فالتشيلدرن اللي اعمارهم اكثر من 12 وهم ماتين ال immunocompetent adults مناعتهم زينة سوينا فول بلود كاونت والديفرنشيال وايت سيل كاونت اند مونو سبوت تيست هيتروفيا انتي بوديز بالسكند ويك اوف ذا إلنس. سوينا هاي الكشفات. عندنا جلانديولار فيفر از لايكلي اف مونو سبوت تيست بوزيتيف. ايش وقت يعني نعرف انه صار عندنا جلانديولار فيفر؟ اذا لقينا المونو سبوت تيست يكون موجب والاف بي سي بي مور ذان 20% رياكتيف لينفوسايت more than 10% typical lymphocyte. The lymphocyte count يكون أكثر من 50% من total white cell count. ذكر إذا لقيناها موجودات يعني هاي عدى glandular fever is likely. إذا كان المونوسبوت test negative it is a clinical feature of glandular fever. A negative monospot test or if a rapid diagnosis needed e.g. urgent return to contact support desired. Arrange blood test for EBV virus allergy. إذا لقينا هاي clinical feature اللي هو monospot test إذا كان negative يعني سالب يعني نسوي له شنو rapid diagnosis needed يعني الكشف السريع نسوي له urgent return to contact support desired. ما أدري شنو نذني وهم ماتين إنه يعني نسوي له blood test نشوف ال EBV virus allergy نشوفه بالمصمات. إذا لقينا هاي المونوسبوت يكون نيجاتيف. إذا يعني نسوي له بعد المونوسبوت وهماتين نسوي له فحوصات مع الدم. إذا كان السكند هماتين نيجاتيف consider testing for cytomegalovirus and toxoplasmosis if person is pregnant or immunocompromised. إذا كان الفحص موجب سالبات فنروح نعتقد ان الشخص عنده سيتوميجالوفيروس او مصاب بالتوكسوبلازموس. اذا كان شخص بريجننت او كان مناعته كلش قليله consider testing for HIV in at risk people in homosexual. اما تيان انه ممكن عندهم HIV اللي هو الايدز بالاشخاص اللي يكونوا بالريسك بيبل اللي بالاشخاص المثليين. إذا كان سوينا مونوسبوت الثاني طلع نيجاتيف نعتبر إنه يمكن دول عندهم HIV. إذا كانوا مثليين ممكن checking liver function test هماتين نشوف يعني الوظائف مال الليفر. usually aspirate amino transferase ال AST نشوفها وال ALT are elevated to 2 or 3 times the upper limit of normal. يعني إذا كان second مونوسبوت سالب هماتين فنشوف نفحص السيتوميجالوفيروس والتوكسوبلازموزيس نفحص HIV ونشوف الوظائف مال الكبد. هيتروفيل انتيبوديز اللي هن ال IgM AUB يسبب هنا هذا الإبشتاين بارفيروس 70-90% من الأشخاص يعطون ال IM هيتروفيل انتيبودي اللي هن انتيبودي against an antigen produced in one species that react against antigen from other species. هذن يعتبر انه انتيبوديز متكونات ضد انتيجين متكون مال نوع معين رياكت اجينس انتيجين فروم اذر سبيشيز. يعني الظاهر هذا انتيجين تفاعل انتيجين من نوع ثاني هذن هذا الانتيجين من تفاعل سوء راح يتكون ضد انتيبودي اللي هو هيتروفيل انتيبودي. ذا هيتروفيل انتيبوديز ار نوت سبيسيفيك فور ذا اي نوت سبيسيفيك فور ذا فيروس. يعني مو خاصات بهذا الفيروس محددات على الفيروس. These antibodies can be detected هماتين ممكن نلقاهم بالباول بانل تيست اللي هو sheep red blood cells agglutinate in the presence of heterophilia antibodies.
لما تكون خلايا الدم الحمر مع الشيبس يصير بهن تخثر. فمن يجي فحصلنا احنا قبين هيتروفي انتيبادي مونو سبوت تيست ريد بلاد سيلز اجلوتينيت هم يسوي تخثر او مو تخثر اي تخثر بكريات الدم الحمر مع الهوست اون اكسبوجر تو هيتروفي انتيبادي من نطيها هيتروفي انتيبادي اعتبر سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي فور مونو سبوت كون 70-90% من الحالات يعني اول واحد للشيب ثاني واحد للمونو سبوت. عندنا فولس بوزيتيف ريزولت اند فولس نيجاتيف مي بي بريزنت من قراءات الخاطئة. اي بي في سبيسيفيك انتي بوديز الانتي بوديز الخاصة بالاي بي في patient who remain heterophile negative after 6 weeks with the mononucleosis illness are considered to be heterophile negative and should be tested for ABV specific antibodies. اكو يعني antibodies خاصة بالABV فالشخص اللي سوينا الهيتروفيل antibodies او monospot test بقى يعني سالب لمدة 7 أسابيع فهذا نعرفه ونعتبره هيتروفيل نيجاتيف ونسوي له فحوصات مال ABV specific antibodies. Paul Bunnell test والmonospot test heterophile antibody test such as the Paul Bunnell or the monospot test may be used in diagnosis of glandular fever. نستعمل بالكثير من glandular fever. Heterophile antibodies have the ability to agglutinate red blood cells. يسمى التخثر بالكريات الدم الحمر. مع different animal species مختلفة للحيوانات. Paul Bunnell test نستعمله على الكريات الدم الحمر مع الشيب. بينما المونوسبوت تيست على الهورس. على الأحسن. هورس أنا قلت هورس صار لساعة. A growing number of pathogens have been associated with heterophile negative mononucleosis like illness. أكو يعني أعداد كبيرة من الأمراض أو يعني من الشغلات اللي تسوي من الأمراض يكون هم heterophile negative mononucleosis like يعني أمراض تشابه المونونيوكليوسيس وتكون هيتروفيل نيجاتيف مثل السيتوميجلوفيروس سوينا مونوكليوسيس لايك سندروم ويكون هيتروفيل انتيبوديز نيجاتيف روبيلا هيومن هربس فيروس مسوي لنا اعراض مثل مونوكليوسيس لايك النس اللي هو النوع السادس الاتش اي في انفكشن ادينو فيروس هربس سيملكس فيروس ستريبتوكوكس بايوجينيس كلهن ذني راح يسوي لنا اعراض مثل مونوكليوسيس بس تكون هيتروفيل نيجاتيف. الامراض المصاحبة للاي بي في نحن EBV associated with Burkitt lymphoma, BCL lymphoma, undifferentiated carcinoma, cancer مال nasopharynx and cancer of salivary gland, multiple sclerosis. Management علاجات VIT is not recommended for most of the patient. الفيتامين الظاهر ما نستعملها لأغلب البيشنت. Vifactid شنو Vifactid الأطفال المتأثرين need to be excluded from school يعني انطلع من المدارس. Patients are traditionally advised to avoid contact sport for 3 weeks. contact sports رياضات اللي يعني بيها تلامس أو شيء هيك أبيها تواصل يعني المرضى اللي عندهم نمنعهم أو نخليهم ننصحهم إن يبتعدون عن contact sport لمدة 3 أسابيع because of risk of spleen rupture ممكن يساعدهم تمزق السبلين. الابتعاد عن الكحول for duration of the illness. Short course of corticosteroid نعطيهم يعني قل course مع corticosteroid are beneficial for hemolytic anemia. يكون مفيد بالهيمولايتيك انيميا وبالسنترال نيرفوس سيستم انفولفمنت اور اكستريم تونسر انارجمنت. امبيسيلين انا اموكسيسيلين كوز ان اتشي ماكرو بابولار راش اند شود نوت بي جيفن ان اني بيشنت هو مايت هاف ايون. بيشنت مي ريكواير هوسبيتال ادميشن ممكن يعني انا او يعني ندخلهم المستشفى فور انترفينوس فلويد. سيرجري جراحه يوجوالي ادفوكيتد مناصرة for spontaneous splenic rupture إذا صار يعني عندنا splenic rupture نسوي جراحة but not operative management may be appropriate.
الفيتامين دي is shortening recovery times in patients with acute pharyngitis. من الطبي فيتامين دي راح يقلل فترة العلاج أو الريكفري. انتعاش. complications اللي هن التعقيدات السينة. extreme tonsillar enlargement may result in upper airway obstruction. إذا تضخم كلش ممكن يسدنا مجرى التنفس العلوي. التهاب العضلات والكارديا كوندكشن أو العفو التهاب القلب والتوصيل مع القلب ممكن يسبب لنا أو تكون rare complication. splenic rupture rare but lethal. hemolytic anemia thrombocytopenia اللي هي low platelets. acute interstitial nephritis وglomerulonephritis. عصبيا ممكن يكون optic neuritis التهاب بالعصاب او التهاب بالعصاب مال العين البصريه ترانسفيرس مايلايتس سببنا التهاب النخاع مستعرض اسيبتيك مينينجايتس انسيفالايتس مينينجيو انسيفالايتس كرانيال نيرف بالسيز سبيشالي فيلز بالسيز شلل بالوجه والجلونين بارير سيندروم يصير عندنا prolonged fatigue و depression هماتين. prognosis glandular fever يكون usually self-limiting يعني واحدة يتعالج ويبقى من 2-4 أسابيع. occasionally the disease course can be prolonged and lasting for many weeks or months. ممكن ان هذا المجرى الوقت ما انه يستمر الفترة اطول لعدة أسابيع او شهور. fatigue usually lasts for few weeks يبقى لعدة أسابيع but may persist for several months in minority. ممكن يبقى لعدة أسابيع أو يمكن يبقى لعدة شهور. EBV infection leads to lifelong latent carrier state. الإصابة بي راح تخلي يعني إصابة كاملة مدى الحياة. The virus may reactivate but does not always cause symptoms. ممكن إنه يرجع يتفعل مرة ثانية بس ما يسوي أعراض. People who are immunocompromised مناعتهم ضعيفة are more likely to develop symptoms if EBV reactivated. مناعتهم ضعيفة بس إذا رجعت فعالتهم الـ EBV راح يمكن إنه تظهر عليهم أعراض خاصة المحاضرة.